السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تابعيني كرام تابعيني قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ميلان أمام لاتسيو، مباراة قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2021-2022، ميعادها اليوم بإذن الله تعالى الأحد 12 سبتمبر أو 12/9/2021. متابعيني الكرام، ميلان هتواجه لاتسيو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معاد الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معاد الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4 عصر مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة اليوتيوب بالنسبة للاتحاد الإيطالي، أو بمعنى أصح اسمها ليجا سيريا إيه يوتيوب. وملعب المباراة سان زيرو، ومعلق المباراة ميشيل سعد. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، توقع نتيجة المباراة، اكتب في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.